إلى رحمة الإسلام ورحمة الرجال ورحمة الدعاء. والله أعلم. عند ماذا قال تأكيدا لهذه الحقيقة؟ إنما بعثت لأتمم. ما قال لأوجد، قال لأتمم. مكارم الأخلاق في رواية صحيحة صالح الأخلاق، وإن كانت رواية وتم مكارم رواية ضعيفة، ولكن صحيحة صالح الأخلاق. بعد زيارة الشيخ عبيد سالم الكاس الكويتي للمركز الإسلامي بمدينة بياتشينزا، الشيخ الفضيل الدكتور عبد الحميد البلالي يزور المركز الإسلامي لمدينة بياتشينزا ويلقي محاضرة بعنوان أخلاق المسلم في بلاد غير المسلمين. وكلكم تعرفون أعداد كثيرة من الإيطاليين. شيخ عبد الحميد، أنت الآن رئيس جمعية بشائر الخير هنا في الكويت. نعم. ولك عدة مؤلفات في المجالات الدعوية والاجتماعية. طبعا الذي يجعل هذا حوارا خاصا إضافيا أننا لم نلتقي منذ أكثر. عبد الحميد جاسم أحمد الجاسم البلالي، المشهور بعبد الحميد البلالي، من مواليد سنة 1955 في مدينة قبلة بالكويت، مهندس كهرباء وخطيب مسجد ودارس للفقه ومتخصص بمكافحة المخدرات وداعية إسلامي وكاتب وصحافي وصوت الكويت وصحيفة الرأي العام الكويتية، حاصل على شهادتين علميتين من معادلة الدبلوم الوطني العالي في الهندسة الكهربائية من المملكة المتحدة عام 1978، ثم حصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية في جامعة ديلتون ولاية أوهايو سنة 1990. ولا فيها صداع ولا فيها غياب عقل، بل هي لذة للشاربين. بشائر الخير. كان البلالي من ضمن 5 أشخاص قرروا بعد تحرير الكويت التصدي لآفة المخدرات، وعلى خلفية تجارية ووزارية للسجون الأمريكية وعلاقته بالدعوة لا سيما بين طلبة الجامعة، قرر توظيف الخطاب الديني في علاج وتأهيل المدمنين ورفع شعار بالإيمان نقضي على الإدمان، وانشئ جمعية بشائر الخير التي تخصصت في علاج وتأهيل مدمنين المخدرات، والتي تم إشهارها عام 2005 كجمعية نفع عام. ما لا يخطر على الإنسان أبدا وبلاش، فهو خمر، اسمه خمر فقط، اسمه خمر، ولكن لا يغيب العقل، وليس فيه ما يؤثر في العقل بأنه يضحك الإنسان ويتصدق. الشيخ عبد الحميد البلالي بدعوة رسمية من المركز الثقافي الإسلامي لمدينة بياتشينزا واتحاد الجمعيات الإسلامية بإيطاليا يزور لأول مرة مدينة بياتشينزا ويلقي محاضرة بمسجدها تحت عنوان أخلاق المسلم في بلاد غير المسلمين. كل يوم يذهب إلى شركة يابانية مشهورة. دعوة أخوية أخلاقية تلك التي عاشها المركز الإسلامي ببياتشينزا أمسية الأحد الماضي بحضور هذا الشيخ الكبير ومرافقيه ومجموعة من الشخصيات الفاعلة في المجال الدعوي بإيطاليا وجموع غفير من المصلين أظهر إعجابه بهذه الخطوة التي أقدمت عليها إدارة المركز. يتساءل علماء كثر آنذاك وطرح مسارهم الفيلسوف الكبير الشيخ الإمام أبنائي شباب هذا المسجد وهذا المركز المبارك، وأنصحهم أنهم يعني يعطون أجمل صورة عن الإسلام بأخلاقهم وبالتزامهم، وأن الإسلام هو ليس إرهاب، الإسلام ليس عنف، والإسلام دين الرحمة ودين السلام. فأدعو الأخوة جميع أبنائي أنهم يعطون أجمل صورة عن الإسلام برحمتهم، بأخلاقهم العالية، بابتعادهم عن يعني السرقات، بابتعادهم عن الكذب، بابتعادهم عن إخلاف الوعد، باهتمامهم بالدراسة واهتمامهم بالدين، وإعطاء نموذج جميل جدا على الإسلام حتى يدخل الآخرون بالإسلام. وأسأل الله يحفظهم من كل شر، وجزاكم الله خير. شكرا.